نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. وزي ما قلنا في مقدمة حلقتنا النهاردة، المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية نظم مسابقة كانت بتحمل عنوان مصر الجميلة تحت إشراف البابا توادروس الثاني. والحقيقة أنه كان في ثلاث مواضيع هم موضوع الجائزة: القمر والحجر والإنسان. والنهاردة معانا أربعة من الفائزين في المسابقة، تقدم ليها 300 مصور ب 700 صورة، وطبعا عدد معين هو الفائز. النهاردة معانا أربعة من الفائزين. اسمعونا أن احنا نرحب النهاردة بضيوفنا. معانا محمد عبد المقصود أو محمد الشهير ببوتا، وحصل على الجائزة التشجيعية، ألف مبروك يا محمد. معانا عندنا احمد عماد، احمد عماد جايزه اولى فرع القمر مستوى محترفين، الف مبروك واهلا بيك معانا. ومعانا محمد حزين مركز ثالث فرع الحجر، الف مبروك. ومحمود عبد الحميد الجايزه الثالثه فرع انسان، يا اهلا وسهلا والف مبروك. طب خلينا نبتدي بقى بالترتيب، طالما محمد بوطو قاعد على اول واحد كده خلينا نتكلم معاه. مبروك طبعا جايزه لجنه التحكيم، دي جايزه كبيره جدا. كلمني عن المسابقه و 300 مشترك 700 صوره، ان انت يعني تحصل على هذه الجائزه اكيد يعني بتعني لك شيء. يعني صباح الخير، انا مبسوط ان انا مع حضراتكم النهارده. المسابقه عرفت منها عن طريق الكوميسير ساره فؤاد، وهي اعلنت دوت على صفحتها على الفيسبوك. تقدمت بثلاث صور في الحجر والبشر، هي كانت ثلاث تيمات القمر والحجر والبشر. فبلغوني قالوا لي بتيجي تحضر يوم الثلاث 15 في الكاتدرائية، وقدسة البابا توادروس هو اللي هيقوم بتوزيع الجوائز. فالحمد لله خدت جائزة لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم كانت بتضم الأستاذ الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير السينمائي، والأستاذ الفنان المصور المصري العالمي أيمن لطفي، والأستاذ أيمن نصار. فكان احتفال جميل جدا، معظم القنوات كانت بتغطيه، فحاجة كده بص كنت تحس ان انت قاعد مبسوط بعيد عن جايزة وبعيد عن اي حاجة. احنا لما حضرنا ما كناش نعرف مين واخد جوائز او حاجة، هم اعلنوا يوم الاحتفال. بس حاجة جميلة كده انك عارف حاجة، تحس ان في حاجة وطنية كانت جوه الكاتدرائية، انت قاعد جنب ناس كتير او انت مش عارف مين مسلم مين مسيحي، عارف دي حاجة، هي دي يعني هي دي اللي فرحتني اكتر من الجائزة. انا خدت جوائز كتير واتكرمت من سفير الاتحاد الاوروبي، لان خدت المركز الاول 2016، وخدت المركز الاول من سفارة الصين، واتكرمت من السفارة المصرية في ستوكهولم في السويد. بس التكريم دوت من البابا توادروس في اليوم ده كانت حاجة كده بعيدة عن جائزة، الجائزة ان انا موجود في وسط الناس دي، فحاجة كده حاجة. كان يوم جميل، الناس كلها مبسوطة، الحفل كان منظم بشكل كويس، البابا توادروس بيروحوا الحلوة بيروحوا الجميلة، كان الناس كلها كانت مبسوطة. وانا بعيد عن الجائزة انا بقرر ان انا كنت مبسوط، وبوجه كل التحية والتقدير لقداسة البابا وكل اللي قائمين على الحفل. يعني مش بجد تدي صورة لقداسة البابا، ايه الصورة ديت؟ بترجع ل 2017، كنت مع قناة اللي بعتز بيها قناة نيل تي في مع الأستاذة تغريد حسين، وكنا عملنا انترفيو بسبب كان وقت عيد الميلاد في 2017، فأخدت لقداسة البابا صورة مع الأستاذة تغريد. فأنا قلت البابا بعت لي النهاردة عشان يكرمني، والله هو اللي استحق التكريم مش أنا. فحبيت بس إن أنا أعمل له صورة بسيطة يعني، ويعني يعني يعني حبا مني لقداسة البابا أنا والأستاذة تغريد، فديت له الصوره دي فكان مبسوط بيها قوي. جميل. احمد عماد جايزه اولى فرع القمر مستوى المحترفين، عرفت ازاي عن المسابقه والتكريم؟ عرفت عن المسابقه عن طريق التواصل الاجتماعي، كانت من اكتر من سنه ان هم اعلنوا ان في مسابقه عن صور كتير في مصر، محور القمر والحجر والانسان. انا قدمت في محورين، وبعد كده هم كلموني عشان احضر حفله التكريم، وانا ما كانش متوقع خالص. ما كنتش عارف ان انت حصلت على الجائزه الاولى. كنتش اعرف. وكان التكريم كنت انا اخر جائزه في كل المحاور دي كلها، المركز الاول اتعادل اخر حاجه في المراكز كلها، فانا كنت قاعد متوتر جدا، ما كنتش متوقع هل انا هكسب، هل اكيد مش هكسب المركز الاول. وصورتك كانت ايه؟ القمر؟ هي دي؟ الصوره دي كانت متاخده في دهب في منطقه اسمها بلو لاجون، كان وقت قبل الغروب وقت الجزر.
فكان هي ادت الانطباع بالشكل اللي انت شايفه حضرتك شايفاه ده. تمام جميل. محمد حسين الجائزه الاولى الثالث فرع الحجر. هو يعني ايه فرع الحجر وفرع القمر؟ انا مش قادر افهم، عايز افهم اكتر. النقطه اللي القمر والحجر والانسان، هو الانسان اللي هو الناس في مصر. تمام. بالنسبه للقمر اللي هو اللاندسكيب في مصر. اوكي. والحجر اللي الاثار بقى، اي حاجه متعلقه بالاثار في مصر عامه. فهو مقسمينها كده بس سموها الاسامي دي عشان كده. وانت دخلت حجر؟ انا كنت بدي في كله. حتى انا في صوره اتكرمت فيها الانسان بابا طارق اتكرمت فيها، وفي صوره ثانيه اللي كسبت فيها المركز الثالث دي كسبتها في الحجر بقى. اللي هي الاثار. الاثار ايه بقى؟ معبد؟ كان معبد فيلة، كان في صوت الضوء. فكنت عامل صوره سيلويت، الناس كانوا قاعدين قدام جداريه في الاثار هناك في معبد فيلة، فالناس كانوا قاعدين والضوء كان جاي عليهم فعملوا لهم سيلويت. فانا فكرت اخد الفكره اللي هي ايه ما بين الحاضر والمستقبل. او بين الحاضر والماضي. ايوه. بس فخدتها عشان كده اللي هي الصوره، خدتها بالطريقه دي عجبتني ساعتها ان انا اخد المنظر ده. ايوه المعينه دي. بالظبط. كان الناس كانوا، كان الميزه بتاعت الناس كلهم كانوا متفرقين، مش جنب بعض قوي او قريبين من بعض، طبيعي في فصل شويه. جميله الحقيقه فعلا الصوره معبره قوي جميله. انت بتحب تصور الاثار؟ لا بصور كل حاجه عامه، يعني اي حاجه كادر كويس قدامي اقدر اصوره وبحاول اصوره. يعني الواحد بيشوف في عينه الاول، لو في حاجه كويسه اقدر اصورها بصورها. تمام. لما اعلنوا الجائزه حضرتك حسيت بايه؟ احساس ما يتوصفش اكيد. يعني انا كنت متوقع اصلا، يعني هم كلموني قالوا لي انت النهارده تيجي عشان تحضر التوزيع كويس كده، بس ما حدش قال لي ان انا كسبان حاجه. فكانت المفاجاه ان الواحد كسبان. فانا اول حاجه اعلنوا على الصوره اللي هي اللي كرموني فيها البابا طارق كرموني فيها، فقلت اوكي ماشي هاخد شهاده تقليد، ده حاجه كويسه جدا الواحد مبسوط بيها. ان مركز ثالث او اخر جايزه دي كانت مش متوقعه خالص. دي صورتك برضو؟ دي بتاعت الانسان اللي كرمت بيها. تمام. دي كانت في البرولوس. جميل. برولوس قريه برولوس. واختيارك للشخصيتين الجميل دول كان ايه؟ كنت معدي كده ولا انت حاططهم؟ لا هم كانوا البنتين دول قاعدين بيلعبوا كوره، وكان في الشارع معاهم اخوهم الصغير خالص بيلعب معاهم برضو. بس فقعدوا قاعدين مع بعض، قاعدين بيتكلموا مع بعض هم الاثنين. فانا رحت وقفت قدامهم في تصورهم، هم قاعدين يبصوا لي بقى ويضحكوا ويعملوا كذا، في كذا صوره ليهم مش صوره دي بس. فهم قاعدين بيضحكوا ومبسوطين جدا وانا بصور فيهم، ووريتهم الصوره كانوا مبسوطين بيها الحمد لله. تمام. نروح لمحمود. محمود والجائزه الثالثه محترفين فرع الانسان. فرع الانسان. الصوره اللي انت دخلت بيها ايه واخترتها ازاي؟ انا عرفت عن المسابقه فقررت ان انا يعني اقدم في المسابقه دي. فكانت هي الصوره دي يعني عجباني جدا، وكنت قدمت فيها في مسابقه ناشونال جيوغرافيك، ووصلت فيها لافضل 50 صوره على مستوى الشرق الاوسط يعني. فبالظبط فقلت اجرب بيها تاني يعني، وقدمت في المسابقه دي الحمد لله واخدت مركز تاني. هي كنت مصور ايه بقى؟ الصوره لو تعرفت قدمت في كل الفروع ولا بس فرع؟ لا هي فرع الانسان بس. في لعبه عندنا تمام، اللي هي بالاطارات بتاع السيارات دي، وبيبقى في بيتسابقوا بيها يعني تمام. فهي انا اخدت الكادر من هنا، ان شخص واقف هيبدا السباق، ف اتنين اطفال صغيرين قاعدين في اطار يعني داخل الاطار كده كادر نفسه. في الكادر من جوه كده. وخدت الكادر من هنا يعني، هي الصوره جات لي كده. تمام. يا ترى احنا معانا الصوره نقدر نشوفها؟ هنحاول نوضح اكتر، هنحاول نحطها حالا، هنجيبها. محمد بوتا، اختيار الصوره صعب انك تختار الصوره ولا سهل؟ اختيار الصورة صعب جدا وسهل جدا. اما تخش في مكان جديد عليك عايز تصور فيه، ما تخشش بكاميرا على طول، خش شوف فين مصادر الضوء، ايه العدسة المناسبة للمكان. يعني انا ما ينفعش قدام حضرتك كده واروح جايب عدسة تلي، عايز عدسة مناسبة، فتحة مناسبة، وعدسة تكون وايد شوية. مصادر الضوء مهمة جدا، في مصدرين هنا وفي مصدر هنا، فخلاص احنا قاعدين متنورين. ما ينفعش اجي قدام مصدر ضوء واصور الا لو انا قصد اطلع سلم او حاجه. فمهم جدا ان انا اشوف العدسه المناسبه اللي انا هصور بيها، ومهم جدا ان انا ابص على المكان اللي هي اسمها، احنا بنقولها في التلفزيون بنعمل معاينه للوكيشن الاول. واشوف المكان ده، المكان ده ضيق والمكان ده النور فيه قليل، هحتاج فيه ايه او المصادر بتاعته ايه لو انا عايز اعمل اضاءه صناعيه في المكان،
معتمد على اضاءه طبيعيه. طب المصدر طالع منين؟ طالع من شمال؟ طالع من يمين؟ طب انا هقف هنا؟ طب انا هاخد هنا؟ فاخد جوله كده حتى في المكان بسرعه لو انا صور فوتوغرافيا، وبعدين ابدا اقرر انا هعمل ايه. فالصوره صعبه والصوره سهله. دايما بيقولوا الفن ملوش قواعد، ولكن كمان احترافيه الفن ان انت تكسر القواعد ولكن تلتزم بالقواعد. معادله صعبة شويه. بصي، هو الفن ليه قواعد، ما اكيد ليه قواعد، بس يعني في رؤيه كده بتطلع بره الصندوق. في اساسيات موجوده ما ينفعش. شوف حضرتك، انا ما ينفعش اكون عايز اسوق عربيه ولسه بتعلم وبعدين اقول انا طالع سفر. انا الاول اسوق كويس جدا وبعدين اقرر ان انا اسافر. صحيح. انا لازم احفظ القواعد كويس جدا واشتغل عليها كويس جدا وبعدين ابدا اكسر القاعده. اكسر القاعده بعد ما اكون عارفها. لو انا الصوره بتاعتي هكسر فيها القاعده وهتخدم الشوط اهلا بيها، مش هتخدم الشوط بلاش منها. فالموضوع سهل وبسيط، افهم القاعده الاول واطبقها وبعدين ابدا اكسرها. ما ينفعش ما اكونش عارف القاعده وبعدين ابدا اكسرها لاني ما بقاش فن كده. ودي اهميه الدراسه بقى مع الموهبه والاحتراف. طبعًا. دي صوره محمود. وبعدين عايز ارجع لمحمد لانه كان موافق قوي واحنا بنتكلم على فكره القواعد. يعني دي صورته. صوره جميله بصراحه. الطفلين هم قاعدين في الجنب في الاطار بتاع العجله. جميله الصوره. كنت يعني موافق كلام محمد. انت محمد واحنا بنتكلم على القواعد كان يعني هو القواعد اتعملت عشان تتكسر. الفن بالذات يعني انا من رؤيتي دليل اللي هو ما يعني ما فيش ملزم، مش ملزم بقواعد قوي يعني. لازم زي ما هو حاطط برضه قال برضه لازم افهم القواعد واطبقها كويس جدا وبعد كده افهم ازاي اكسرها ازاي صح بقى. ان لازم تخدم الشوط فعلا صح. ان انا اكسرها كده وخلاص وانا مش عارف انا بكسر ايه او بعمل ايه، لا ده يبقى غلط. هي الصوره اللي بتظهر الجماليات او احترافيه الفنان الصوره الابيض واسود ولا الملونه احلى؟ الصوره الابيض واسود بتدي انطباع اكتر في الصوره. الالوان ساعات بتبقى جميله بس دايما الابيض واسود هو اللي هو اللي بيشد الناس للصوره. يعني انا صورتي كانت ابيض واسود، في نفس الصوت ده متاخد بالالوان بس انا فضلت الابيض واسود عشان هيظهر تفاصيل الصوره اكتر. ده المميز في الابيض واسود. وانا يعني انا كذا قدمت في كذا مسابقه قبل كده بصور كتير بس انا دايما بحب اقدم الابيض واسود. حتى لما انا جيت اقدم في المسابقه دي بالذات كان عندي الصوره الشوت بالالوان وعندي الابيض واسود. احترت هل اقدم الالوان الابيض واسود، بس لقيت ان الابيض واسود افضل لانه هو بيشد اي انتباه على طول. اي حد في الصوره لازم يقف عند الصوره دي. ليه ما خدهاش الوان؟ تمام. طب انا عندي سؤال ليك كلكم. يعني التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي في عالم التصوير بتفيد المصور ولا ممكن تعرقله؟ زمان كان الناس بتقعد بكاميرا تقعد تظبط بالساعات عشان تطلع مثلا شوت معين بشكل معين باضاءه معينه. دلوقتي اعتقد ان انت ممكن تاخد الصوره وتعمل لها تجميل او تظبطها على الكمبيوتر بشكل من الاشكال، المهم تلقط الصوره. فالتكنولوجيا بتعرقل ولا بتزيد وبتثري الصوره؟ شوف يا استاذ حاتم، انا عايز بس قبل حته التكنولوجي حته الابيض والاسود. الصوره الالوان جميله، الصوره الابيض واسود روح. الصوره اللي انا كسبت بيها جائزه لجنه التحكيم ابيض واسود. الصوره دي لما كانت قدامي الوان انا كنت شايفها جميله بس الروح فيها ظهرت اكتر لمجموعه من ولاد واقفين، فالصوره دي كان ليها الحظ انها كسبت. حته التكنولوجي طول ما في تكنولوجيا مسخره ليا انا ما استخدمهاش ليه. حضرتك النهارده الكاميرات بقت كروت ميموري. ما كان الاول شرايط، الشريط كان يعمل مشكله تسجل عليه مره واتنين بعد كده يعمل لك مشكله. فاذا في تكنولوجيا جديده انا ما سخرهاش لنفسي ليه؟ ما تساعدنيش ليه؟ ما طورش من نفسي ليه؟ كان زمان بنشتغل بافلام، طيب وبعدين؟ النهارده كارت الميموري بجيبه مره واحده بشتغل عليه سنين. النهارده في برامج متطوره للفوتوشوب والتعديل، عدل براحتك وسخر التكنولوجيا ليك براحتك بس بدون اضافه تشيل او تحط جوه الصوره. يعني معظم المسابقات كده، المسابقه بتاعت كراسه البابا ظبط فيها زي ما انت عايز، بس ما تشيلش وتحط. تشيل وتحط دي انت بعدت بعيد عن الحقيقه. او غيرت الصوره اللي انت واخدها بالظبط، بالذات تصوير الصحفي بالظبط. كوبي بيست، ما زودش وقلل وشيل من الصوره. متفق مع الكلام ده؟ طبعا. انت لو انت عدلت في الصوره وشلت اشخاص انت كده مش هتكون مصور، انت كده بقيت مصمم بتصمم الصوره. لا، انت ممكن تستخدم برامج التعديل في حلول انت بتظهر جمال الصوره.
ليه ما كنتش رحت صورت؟ انت ممكن تجيب اي صوره وتجمع صور وعدل، وانت كده بقيت مصمم مش مصور فوتوغرافي. ده اللي بيفرق بين اي شخص بيحب التصوير، هو لازم يفكر الكادر هو بعد ما هيطلعه هيكون شكله عامل ازاي، مش بعد ما يطلع يبتدي يعالجه. لا، انا هفكر انا هصور بالطريقه الفلانيه وهبتدي اعمل ليه تعديل بالطريقه الفلانيه عشان يخدم المكان، انما ما افكرش انا هصور بعد كده اروح اظبط انا الاضاءه واظبط انا السماء والكلام ده كله. لا، انا كده مصمم يعني، ما اعتبرش مصور. انا هختلف شويه ماما، ان في نوع من الارت في التصوير اللي هو الكونسبشوال فوتوغرافي، فده بيعتمد ان انت تركيب فيك، ممكن تركب فيه، ممكن تعمل فكره جديده خالص، فكره خياليه زياده يعني بره الموضوع خالص، فدي نقطه بتكون فنيه عاليه جدا وفي كتير بيشتغلوا بيها وناجحين فيها جدا بره مصر او جوه او جوه مصر، في ناس تقول فيها جدا الصراحه. بالنسبه في نقطه عايز برضه اوضح فيها عليها برضه، بالنسبه للابيض والاسود والالوان، الالوان حسب الموضوع بيخدم معاك في ايه، لان في الوان ممكن تشتت الكادر نفسه تخليك تبص على اللون تنسى اصلا موضوع القصه ايه. صحيح. الابيض الاسود بيخليك تركز في القصه اكتر فيها وتشوف ايه الموضوع فيها ايه. الصوره ايه وفيها روح وفيها كل حاجه، فانت بتركز اكتر في القصه في الابيض الاسود. الالوان بتظهر الموضوع فيه ايه والحيويه بتاعه الصوره والروح بتاعتها. هو الحقيقه انتوا شرفتونا النهارده ونورتونا، والف مبروك على الجوائز اللي حصلتوا عليها، واعتقد انه الجائزه الكبيره ان كلنا بنستفيد من خبرات بعض. يعني ما شاء الله كنتوا عدد من المصورين المصريين اللي في المسابقه، واحنا معانا بس 4 من اللي فازوا النهارده، ولكن الفوز الاكبر ان كلنا شفنا الصور الجميله واصبحت خبره ومتاحه للكل. شكرا ليكم واهلا بيكم معانا. نورتونا يا شباب. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مشاهدينا الكرام، ونشوفكم بكره باذن الله، ودايما مصر جميله.